You are invited to attend Mr. White's annual masquerade party. Formal dress and mask are required. Well, here we are. I suppose I should find Mr. White and thank him for the invitation. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم شباب, معكم زيد او السوبر بي اس بي سي. اليوم جانا مع فيديو جديد. طبعا هاي اللعبه راح نلعبها اليوم. قصه اللعبه انه بتكون انت زي حفله تنكريه, وزي كانه بتصير جريمه, فبدنا نحقق انه نشوف مين القاتل. المشكله ليش عازميني اروح على الحفلات احتفل؟ او بلش واحد صارخ من اوليتها. خلينا نحتفل شوي بس. صراحه يعني الصراحه يا شباب جاي عشان الكيك, انا بدي اكل كيك واروح. كنت بس مسكوني بهالجريمه, مو عارف إذا بقدر أتهرب منها. راح أهرب بس أنا ما أعرف. أوه شت, شو هاد؟ إيش يا معلم أنت وياه؟ أوه هي جريمة. طب الشباب بتروح, استنى ولا أنت وياه؟ إيش هيك عادي يعني؟ إيش طبيعي بحفلة واحد مرمي؟ حرام عليكم. طلعوا قناع محترم أبيض, مو زي هالأقنعة المجنونة. شوف إيش هاد قناعة. اوه شيت, انا ابوي قناع يا زلمه. انت المجرم. ايش اسمه؟ هاي المجرم يا شباب, هاي المجرم. طلع من عينيه بالله عليك. مو من عينيه, سيبك من عينيه, من القناع. استنى شوي. جود باي. جيت اوبن انوت شوي. بنقدر نقي انه الابرياء وال بنقدر نقي انه اذا كان بريء نكبس عليه. صح, في قيد سيك انه السلاح الجريمه ما اعرف. المهم تعال تعال ولا تعال تعال. ايش يا شباب بالله عليكم, مو مبين من عيني ايش اسمه. بس راح اقيمهم كلهم, احطهم انه بس هو المتهم الوحيد والباقي كلهم ابرياء. تعال تعال ولا تعال توقف. بقدر احكي معها صح؟ بدك تساعدني ولا؟ ليش برجف؟ يا زلمه بيكذب يا شباب, من عيني بيكذب. انا بحكي لكم بيكذب. انا بس يعني مو عارف, هو ممكن يستخدم مفك السلاح الجريمه وممكن تقتل واحد مفك. اصبر يا معلم, خليك معي. ايش اسمه بس ذا؟ خلاص عرفت اسمه. بقدر احط انه كل بريء. طبعا انا متاكد انه هو, انا محقق محترف فبعرف من النظره وانه من حركات الشخص هيك, فانا متاكد انه هو القاتل حتى بدون ما الاقي سلاح الجريمه. طبعا اي طبعا هو القاتل. شوفوا. طبعا يا شباب هي حفلة تنكرية, فلازم الواحد يلبس قناع. عيب يعني نروح حفلة تنكرية واحنا لابسين. هاي بلش تصرخ الشاب. قناتي وقتها بتخوف, فخليني البس قناع بخوف. الميكروفون وقع. شت, ما قدرت اتنفس, ممكن اموت باي لحظة. كيف القناع يا شباب؟ مرعب؟ بدي ارعبهم فيه. ايه وينه؟ نفس المكان. ولا كيف قناعي؟ كيف قناع؟ دعنا انا مسؤول. هي الكلب هذا زي ما يمكن انت المجرم هذا دائما مكبوس هون. طيب اذا نلاقي سلاح الجريمه بتوقع اخ ما بدي اتنفس من القناع الصراحه, بدي اموت. ولا بعد عني ولا طيب قناع مجنون. ذا ديفل. شيت, سيبك. جود باي, ما بحكي معك. شكله القاتل بيمشي علي يا شباب. بيجي علي. وسعني. وين سلا؟ علق. اوعى شايفك. تتجرأ. طب قناع قرب من جنب سكير. قناع قرب من قناعكم التنين, فجلسوا التنين كلاب. شو بتسوي بالغرفة لحالك؟ بدعز عليك ولا احكي. شو بتسوي بالغرفة لحالك؟ سلاح الجريمة. واقف بالدم. شباب ما قدرت نفس. بس يا شباب بس حفله تنكريه شو نسوي؟ وين جي؟ كيتشن نايف. طيب نسال مين كان معاه سكينه مطبخ. انت يا معلم تعال ولا بكون هو. استنى شوي. مين تتوقع سواها؟ طيب يا سؤال انه شفت واحد بتصرف بغرابه. دكتور سكرموس سلاح جريمه. دكتور اخلص كذاب. روح ولا واحد كبسني. شلحت القناع صراحه, بطل اقدر اتنفس. فقلت خليني اشلحه احسن. ذا ديفل هو. طلع يا زلمه تعال, هذا هو صح؟ كان اي هيلب يو انسبكتر يا زلمه. استنى شوي. ذا انونيموس هاز بين سيكت كارينج كيتشن. انونيموس كان حامل سكينه مطبخ بسريه اول ذا نايت.
رايت خلاص ما بدي احكي معك اشي والله. شكله ذا انا بس يا شباب. شيت صعب صعب تلاقي مجرمين. بلشنا من اوليتها نحكي مع كل واحد واي واحد من اي محترم بنحط عليه الصح عشان بدنا نعرف مين. Can I help you, Inspector? هذا احسن سؤال انه مين تقصي سؤال. Set to inherit a lot of money now White is dead. الأناناس الكل بحكي عنه ما شاء الله مشهور. ولأ ليش تلحقني؟ اوه شيت شوي. How can I help you, Inspector? The doctor has never liked Mr. White. The doctor. ولا عمره حب مستر وايت. اه مستر وايت هو اللي عزمنا على الحفلة هو اللي مات حرام. I'm not surprised it came to this. طيب هي تحكي انه ذا دكتور واحد اسمه ذا دكتور كان يكره مستر وايت ما عمره حبه. بعد عن احسن ليك بعد ايوه شفت كيف تيجي بالصراخ هاي مستر وايت. الزلمه ليش لازم نعمل حفله ليش؟ ليش هذا الشاب؟ اوه ذا دكتور ولا سمعت عنك انك تكره مستر وايت. ايش يا معلم شو اخبارك؟ ايه طيب شكل كان بتمشكل هذا بيريت ولا شو بعرف شو اسمه مع مستر وايت مشكل كل اللي راح يكذب يعني ما حد. اوه هذا الكلب دائما بوجه هنا. المهم بيحكوا ذا اناناماس كان معاه سكين فبتوقع انه ذا اناناماس لانه هو سلاح الجريمه سكين. ايوه كيتشن نايف ذا كانت عايشه كلام محترم يا مرتقى هي وين كانت بس؟ I was in the library with Scaramouche. خلص the doctor بنات ما بيسووها البنات ما بيسووها خلاص اي ماي موي هلا تطلعي. اوه ولا دائما بوجهي يا كلب. Can I help you, Inspector? ما بعرف هو مجرم لانه كان دائما معي فكان كبسني لو هو مجرم. هذا المحقق السريع. اوه بيم الصح ولا الكلب اناناماس ايش يا معلم كيفك؟ خلينا ندير وجههم شوي عشان تعرف المجرم لازم حدا يقرب عليه. قال ايوه انا الاذى انا مساد. البنات ما راح يسوون استثنى البنات. اوه How can I help you, Inspector? الكلب هذا ماله ولا The doctor has never liked Mr. White. حكيت لنا يا حكينا مع هاي his shadow for a long time. هاي حكوا عنها انه كانت تكره مستر وايت. هاي كمان حكوا عنها I'm not surprised او لا لا كانت تتمشكل مع مستر وايت. المهم البنات كمان عم بيسووها مثل ما نحكي نيمها وين وين اسمها والله شكله ذا اناناماس يا شباب. هذا الشاب قناع مولع معه. هذاك اللي حطينا هذاك اللي حكينا عنه مجرم وما كان هو محترم. هذا محترم صح قناع مزودها فيه بس لا محترم. ايش اسمه؟ ايش اسمك؟ تعال ايش اسمك؟ Can I help you, Inspector? خلص طير. تخيل تقول لي هلا. طيب ذا دكتور بحكوا اسمع من الاخر يا ذا اناناماس او ذا دكتور. متاكد انا انه بيحكوا كان ذا دكتور هذا بكره مستر وايت وذا اناناماس كان ماسك سكين السلاح الجريمه فوالله شكله هو. بس انا بدي احكي معه انا بس اشوف شو رده فعله او اذا كان برج فيه. تعال تعال ولا ليش خايف شوي؟ ليش بدير وجهك على اساس انه عامل حاله مو شايفني؟ وين كنت يا معلم وين كنت؟ اوه حكى هذيك حكيت انك كنت تحكي معه عن جد. طيب اول سؤال جاوب عليه عن جد. مين؟ عند ذا روم ويز مو هو سلاح الجريمه ف بحكي له مين اللي مسويه بحكي له ما بعرف بدي يخلص. بينت يا معلم بينت بينت يا معلم ما راح تقضاري. اصبر اصبر اوه بلحق فيي طبعا كمان بلحق فيي. يا الله يا زلمه مو لهالدرجه يعني الواحد مجرم بحاول يخف يا حاله شوي بس مو زي هيك الهبل. مستعدين يا شباب راح انقيه هو انا متاكد انه هو ذي انا بس يجي غرفه فاضي بس. اوه ده. مين هذا استنى شوي اذا هو ذا دكتور بكون ايبك. اوه ذا دكتور تعال يا معلم هذا بحكي مكانك مستر وايت. Talking to Scaramouche. There was somebody else in the room, but I can't remember who it was. Piero was arguing with Mr. White earlier. حكوا عنها انه كانت والله حكوا عنها انه كانت تتمشكل مع مستر وايت بنتاي. حطينا عليها صح انه هي بريئة. المهم هذا شكله محترم. اوه انا بس هو ما في غيره خليني اجي على غرفة فاضية بس عشان ما حدا يطعني من ورا او يسوي له شغلة.
قلنا ايه مستعدين يا شباب؟ تعرف مين هو المجرم؟ مستعدين؟ هو انا متأكد 100%. اوه ايش على اللعبة ليش؟ يا انا ماس بسرعة نو دبل فيل. طيب نستفيد من هذا الفيديو، انا مستحيل اشتغل المحقق. المهم كان اللعبة اليوم ان شاء الله عجبتكم، راح احط الرابط بالدسكريبشن للعبة. كان معكم زيد او سور بي اس بي سي، مع السلامة.